انت بصل واحنا بناكل. ياب ما يصلون واحنا ناكل. هيا باي هاي صار هاي صلوني. والله صدق ان انا حجي يوسف الظاهر خرف موليه مر موليه طقه طقه صايده زهايمر من الزين ولا حد يصلي كذي. اي شوف شوف هاي صلاه هاي صلوني. عدل صلاتك يبا عدل صلاتك. خرف يبا خرف الريال. انت ما تستحي ها ما تستحي على وجهك صاي واقف لي هنا وتبربر صاير كنك ابليس الرجيم. والله العظيم يا ابو سلمان ولا تنهى عبدا اذا صلى. صحيح ولا صحيح. تنهى عبدا اذا صلى اذا صلى صلاه عدل. مو بصلاتك هذه اللي غلط في غلط. تقوم وتقعد بس تقوم وتقعد. بالله عليك هاي احنا اقول ترى ثاني خطا اشوفه عليك الحين. احد بالله عليك في التشهد يقعد متربع. اقول انا انصحك قوم 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 وعيد صلاتك احسن. ابو سلمان الله يطول عمرك. اولا رجالي انا تألمني ما اقدر اواصل عليهم. إيه؟ ثانيا القعده هذه ما فيها شيء صحيحه ويجوز اقعد كذي. ادري ايش بتقول يعني انت ايش بتقول؟ اكيد بتقعد الا رايلي الا ركبي الا ظهري كل هالحكي هذه. اقول انا ادري يا ابوك انا ادري بك انت شلحم قال وزعلان لان يا ابوك انت يوعان قاعد تشتغل وانا قاعد انا قاعد اكل وانت تصلي. من مساء للحين انت بتاكل ادري بك لكن يبا انت مخك يبا مو في الصلاه مخك في الاكل. جزاك الخير سواد خير ان تعمل شر ان تلقى. ماخذ اجازه علشان جاي اساعده في شغله وهاد شغلي وتالي الاقي منه هذا السوالف. صدق ما يستحي هالرجال. اقول يا ابو محمد اترك عنك السوالف ولا تبي تغير لي الموضوع. تغير الموضوع حق شنو؟ تقول لي بالله عليك هاي صلاتك صلاه عدله؟ انا اقول قوم 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 يبا قوم عيد الصلاة قوم. لا حول الله والله ده صمختنا من بربرتك وقرقرتك. شوف يا ابو سلمان اولا انا ما سويت كذي لان الرجال يتألمني. ثانيا قعدتي ما فيها شيء قعدتي صحيحة ويجوز اقعد كذي. والله يجوز اقعد كذي. انتوا كله تعطون لكم اعذار الا ريلي الا ركبتي الا ظهري. اقول اريبك ايش بتقول؟ اكيد بتقول كذي يا حجي يوسف الشيب غز راسك وانت للحين قاعد تفتي. يجزئ الجلوس في التشهد باي كيفيه كان ولو اقعاء وان كان الاحوط تركه. ويستحب للرجل ان يجلس متوركا وان يكون نظره في حجره وان يجعل يديه على فخذه منضمه الاصابع. اقول ابو محمد احنا عرفنا حن اللي قاله كله بس في شيء مو بعارفه شنو يعني متوككا متوركا 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 ايش يعني شنو متوركا؟ الحين اراويك انا من ساعه قلت لك رجالي يعلموني. ايه شوف مو بشوف ايه كذي. التورك هو أن يجلس الرجل على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى. أقول أبو محمد زين بقول لك أنت ما لاحظت وياي أن لفظة الرجل تكررت في الحكم؟ هذه معناته أن هذه المستحب خاص بالرجل. أي نعم المرأة لها جلسة يستحب أن تقعدها في حالة التشهد. يستحب للمرأة أن تضم فخذيها إلى صدرها في حال التشهد. ها سمعت أبو سلمان؟ إيه؟ بهاي الطريقة شوف يلا شوف. والله صراحة بالصدق لايق عليك قعدة المرأة.
أقول بالله عليك ليش ما تقعد فيها في الصلاة بدل ما تتربع؟ ما تستحي على وجهك، صاير اليوم إبليس الرجيم. أنا أقول لا تزعل يا أبوك، احنا نمزح وياك. بس أقول أبو محمد طرى علي شيء. أنا الله يسلمك سمعت يقال إن في مقدار واجب لكيفية التشهد، فشنو تظن هذا المقدار؟ إيه جاوب لا ثاني اصبر، المقدار الواجب ايه ها، وانت تقول ايش اللي يقولون بعد واش ما في غيره يعني. استغفر الله ربي، الدين صدق هديه، هذا هديه العالمين. اقول صراحه انا ما اعرف. الواجب من كيفيه التشهد هو ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وال محمد. أنا أدري بكم خدي، وينك وين أنت تجاوب على هالأسئلة هذه؟ ما تعرف ليه أنت يبا واحد تعرف الدق على الصينية ويا يحيى، هاي اللي أستود له تعرف أنت. أنا سألتك علشان أنفعك وأعطيك من علمي وأسنعك. أنت تسنعني ها؟ أنا يا أبو سلمان عارف دواك، وعندي لك سؤال ايه؟ ابي اعرف قوه علمك يا الجهبد. الحين بديت تتكلم صح، لازم تسال اهل الاختصاص امثالي الجهبد. عدل اسال وانا حاضر. اسال اسال اسال. إيه السؤال ما هي وظيفه المكلف ها اذا نسى التشهد الاول في الصلاه؟ ما هي وظيفة المكلف إذا نسى التشهد الأول في الصلاة؟ إذا نسى زين، إيش دراني بوظيفته هذه؟ وين يشتغل أنا ما أدري. مو وظيفة. إيه شنو عيب؟ رحت بعيد. إيه طرح عدل عدل، تقصد المكلف شنو يسوي إذا ذي؟ إيه بلا عرفت. هالورطة الحين أقول يعني ما عندك كذي حد إجابتين، اتصال بصديق يعني ما عندك، وعندك قول اتصل لمرات. إذا نسي المكلف التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه، يعني يهدم قيامه ويقعد للتشهد. يا أهل الاختصاص. أقول زين لو فرضنا انه هو المكلف ركع وتالي تذكر انه هو ما اتى بالتشهد، شو يسوي؟ اذا تذكره بعد الركوع مضى في صلاته، وياتي بسجدتي السهو بعد الصلاه، وعلى الراي الاحتياطي بين اراء الفقهاء يقضي التشهد المنسي بعد الصلاه ثم ياتي بسجدتي السهو. ايه الله يسلمك، انا سائل هالسؤال علشان اختبرك. ايه وش بتقول يا الجهبد؟ انا بسألك سؤال، انت اكيد تعرف حكم اللي يشك في التشهد جابه والله ما جابه. حكم اللي يب تشهد الورطة هذه الحين ورطنا بعد انا. اقول يا ابو ذي الله يسلمك، انا احس بطني قاعد يغروج، ابى اروح الحمام. لين رحت الحمام وجيت بعطيك الجواب زين. لا 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 تروح الحمام، خلي تستخدم التليفون تطلع في الجوجل وتجيب الجواب. لا اوقف مكانك، هني يقول الحين يعني لازم الجواب. اي لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا وش دراني بالجواب؟ اوه دريت ما اعرف. اذا شك المكلف في اتيانه بالتشهد بعد اخذه بالقيام فلا يعتني بشكه. أقول حج يوسف حكو الريال ما قصر، حكو جاوب وريح بالك وبالي. يعني أنا الحين الحمد لله خلاص هونت، ما بروح الحمام. إيه ما أنت كمان، لا نباك هني، لا تروح مكان. بس عفوا استح على وجهك، أنا اليوم ضيفك وموعدني بتغديني، يلا روح البيت وجيب الغداء.
يلا هاي اللي يقول بس همها علفها يا ببت الى طلط. اقول خل عنك الغدي، انا اليوم لاقي عليك خطأين مثل ما قلت لك، لاقي عليك خطأين في الصلاة، ترى انا ما نسيت. وش تنسي؟ وش بتقول؟ وش الخطأين اللي شايفينهم علي؟ الخطأ الثاني قوله. ايه الخطأ الله يسلمك، انا لاحظتك الله يسلمك في الصلاة في التشهد الاول اشوفك يعني تقول كلام، شو تقول؟ ايه سمعتك تكرر قبل لا تقوم من التشهد تقول سبحان الله سبحان الله، قاعد تكررها صح؟ ها هيكون تعبانك في الركوع، هاي في الركوع يقولون ايه. يستحب قول سبحان الله 7 مرات قبل القيام من التشهد. اقول ابو محمد اليوم الحقيقه انت صكيت علي وايد، ورطني في الاجوبه، لذلك الله يسلمك انا قررت اني انا اليوم اترس بطنك ولا خليك جوعان، فمكافأة لك الله يسلمك قلت جايب لك هذه الوجبة الدسمة اللي تريحك وتخلي بطنك ينترس. طلع هذا الغشيم، هذا هذه باقي الروبة اللي انا كلت كلها. لا ما ابغي، ما ابغي انا، ما ابغي اكل. لا 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 ما ابغي، قلت لك اكل غصبا عنك تاكل، ما ابغي اكل. اي واي 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 اي 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 عطني ماي، عطني شيء، عطني شيء دوره. صارت لي دوره. اوف وي عطني شيء اشرب شيء. اكو اكو يا ولد يا ولد رش علي رش علي. اوف 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 وش سويت؟ انا على الله هذا وين.